تقاليد خلت أفكار يملى أسماء. الخوف من الجديد في مجتمعنا ملوش لازمة. السلام عليكم. أنا سعيدة أني معاكم النهاردة، سعيدة أن في فرصة أن أتكلم معاكم على البيزك ساينس وخصوصاً كيمستري. عارفة الناس كتير ما بتحبش يعني إيه كيمياء، والكيمياء والمعادلات والتفاعلات والحاجات دي كلها عاملة مشكلة عند الناس كلها، بس أوعدكم أن أنا هتكلم عن new fashion of chemistry، يعني موضة جديدة للكيمياء. زي ما محمد قال، محمد هشام هيكمل على كلامه، لأن نفس المبدأ إحنا بنتكلم عن مبدأ الاستدامة. كل اللي حابين نعمله أن المجتمع المصري يعمل change للمايند سيت بتاعه، ويبدأ يستخدم تطبيقات. الكيمياء هي أساس الصناعة، تطبيقات صناعية ومنتجات صناعية طبعا بيكون environmental friends، صديقة للبيئة، علشان نقدر نحافظ على صحة المجتمع بتاعنا ونبقى مجتمع قوي. هحب الأول أن أنا أتكلم عن الساينس عشان تعرفوا اللقب جه إزاي. تمام؟ ففي الأول خالص أنا مش كيمست، أنا مش تخصصي في الكيمياء ولا حاجة. أنا كنت خريجة علوم كيمياء حيوان، وطبعا ظروف يعني أجبرتني أن أنا أتجه ناحية البيولوجي، ودرست في البيولوجي وتخرجت وعملت ماجستير في الانتومولوجي في علم الحشرات. بالرغم أن أنا كنت جنرال كيمستري، لكن ظروف التعيين ورئيس القسم وما أنتش متعينة ومش عارف إيه وحاجات من دي، كنت قد التحدي، وكنت أثبت له أن أنا مش عشان في ميل مش هنفع، وونس أنك جيت مارد خلاص مش هنعرف ناخد منك أي حاجة، لكن لا، أنا أثبت له الحكاية دي. كنت الأولى على التخصص بتاعي، الأولى على دفعتي، ورفض تماماً يعيني. قعدت سنة من غير ما تعين. في السنة دي استغلتها في أني أعمل دراسة تمهيدي ماجستير، ودخلت برانش الانتمولوجي مخصوص توسكيب من ان هو يعمل بس انتقام، لاني كنت بدات اخد اجراءات القانونيه عشان ادور على حقي، وما كنتش هسكت ابدا، لاني مؤمنه ان مفيش حق هيضيع طول ما في وراءه مطالب. الحمد لله هو تحداني وقال لي بقابليني لو نفعتي في البرانش ده لانه صعب، وانا قلت له هنستنى النتيجه. بالفعل الحمد لله كنت الاولى على الجامعه في تمهيد الماجستير. التحدي ان انا كنت نفسي اكون يونيك في وسط زمايلي، فاخترت تخصص يجمع ما بين علم الحيوان وما بين الكيمستري، وده كان حاجه جديده قوي ان حد يفكر بالطريقه دي. من زمان انا دايما مؤمنه بفضل العلماء العرب على التقدم، وان اي تكنولوجي موجوده، الكاميرا، الانترنت، الحاجات دي كلها البيزك بتاعها، الاساس بتاعها هو العلوم في بتاعه العلماء العرب في العصور الوسطى. عارفة أن العلماء العرب ما كانش عندهم حدود ما بين العلوم، ما كانوش. كان ابن سينا كان طبيب، رحالة، الرازي أبو بكر الرازي، كانوا بيشتغلوا في أكثر من مجال، فما كانش عندي مشكلة أبداً أن أنا أشتغل في الكيمستري إن بالانس مع الزيولوجي. الحمد لله كان الجديد أن أنا رحت الأستاذ الكيمياء وقلت له أنا عايزة أشتغل في حاجة جديدة. أعرف أن في الكيمياء نوعين، كيمياء بتتعمل في المعامل، مركبات كيميائية بتتصنع في المعامل، وفي كيمياء خلقها ربنا. زي ما البشمهندس محمد قال ان في طاقة موجودة، وفي طاقة يعني طاقة تانية موجودة وخلقها ربنا في الطبيعة، بس احنا عايزين نستغلها. حبيت استغل الكيمياء اللي خلقها ربنا، موجودة في نباتات، موجودة في طحالب، موجودة في كل الكائنات الحية اللي موجودة على الكون. اشتغلنا على المركبات الكيميائيه اللي هي السكندري ميتابولايتس، اللي هي المركبات الكيميائيه اللي بيكونها الكائنات الحيه. سكندري ميتابولايتس بتطلق على اي مركب كيميائي غير البروتين والكربوهيدرات والليبيدز. تمام؟ وبدانا نشوف الفعاليه بتاعتها كمبيد حشري. المره دي انا هطلع مبيد حشري من الطبيعه. تمام؟ اشتغلنا على افات حشريه كريتيكال، زي الموسكيتوس اللي هي سببت ميديكال كرايسيس اثناء الحرب العالميه الثانيه، ومجرد ان عالم بس اكتشف بالصدفه، العالم ميلر اكتشف بالصدفه ان الدي دي تي بيقتل الموسكيتوس، اخذ جائزه نوبل. فنوبل ما هياش صعبه قوي، نوبل كرياتيفيتي، نوبل تشانس، واكيد هنجيبها ان شاء الله. الحمد لله فصلت مركبات بيولوجيكالي فيري اكتيف، اختبرناها على الموسكيتوس،
اختبرت على آفة للمحاصيل الاقتصادية الزراعية، واختبرت على آفة خطيرة جدا بتصيب حبوب المخزونة أو الدقيق أو المنتجات المخزونة غالبا. طيب ايه الميزه في الحكايه دي؟ ان المبيد ده هيبقى ليه مميزات كتيره قوي. اول حاجه ان انا هقول للراجل او لحد اللي هيشتغل مع المبيد ده ان انت هتستخدمه بمنتهى الامان، لا هتخاف على صحتك ولا هتخاف على اي كائن غير مستهدف اثناء استخدام المبيد ده. قابلتني مشكله في التعرف على التركيب الكيميائي بتاع المبيدات اللي انا بشتغل عليها في رساله الدكتوراه في 2006، وكانت المشكله مشكلتين. انا سني صغير جدا، I have no chance to travel abroad، مفيش فند، لأن البعثات في الوقت ده كانت بتدعم الأقدمية، وكنت مستغربة قوي، يعني هو اللي قاعد مستني وما بيشتغلش هو اللي هيروح يسافر، واللي الكرياتيف اللي شغال يقعد يستنى دوره، فكانت مشكلة. لكن أنا استغليت الإنترنت وعملت مراسلة لجميع الجامعات الألمانية، لأن أنا عارفة أن الألمان مهتمين قوي بالتو برانشز وهما أساس التقدم، ساينس أند إنجينيرينج، تمام. فلما رسلت رد علي استاذ الماني قال لي I am very excited ان انت تعملي مزج ما بين كومباينيشن ما بين الكيمستري والزيولوجي، وانا على استعداد ان انا اساعدك بكل ما اقدر. بعت له قلت له انا فصلت مركب، عملت له كريستاليزيشن. المركب ده لما في ويل ديفلوبد كريستلز محتاجه حاجه اسمها تكنيك سنجل كريستال اكس راي، وده مش موجود في مصر. قال لي بعتي لي عينه وانا هعمل لك كل حاجه. تقريبا نص رساله الدكتوراه دان بانيوجوال واي، ان هي نصها اتعمل بره من غير ما انا اسافر بره، وحصل ديسكشن عن طريق الانترنت في الموضوع دون، ورحت لاستاذي في مصر قلت له ده التقرير بتاع الاستاذ الالماني. قال لي زينب قدمي على منح الدرجه. كنت سعيده جدا لاني كنت بخطط لنفسي ومن وانا في ثانويه عامه ان في 2000 ما تنتهيش سنه 2007 الا ما اكون اتشيفد البي اتش دي، والحمد لله حصل. وبعد المناقشه باسبوعين بالظبط سافرت المانيا بوست دكتور فولوشيب. عملنا ابحاث كتير هناك مع استاذي، تعرفت على مجموعه رائعه من العلماء، وكانت الفرصه الجميله اني قابلت النوبل برايزر سنه 1988 هارو دوكروتو. ده أستاذ عالم كيمياء في البوليمرز، اتعلمت منه كتير في محاضرة واحدة. اتعلمت منه حاجة واحدة بس، إن الجيل الصغير والشباب هم أساس البلد، هم أساس التقدم. الحاجة التانية إن مفيش حدود ما بين العالم، ما بين دول العالم، وإحنا جيل محظوظ. لأني كنت مهتمة إن أنا بعد المحاضرة الرائعة اللي اتعلمتها منه وشفتها إني أسأله سؤال واحد، ايه اللي انت شايفه في جيلنا احنا محظوظين او متميزين بيه؟ قال الانترنت. الانترنت نافذه على العالم كله، هتساعدكم تعملوا حاجات كتير وتتغلبوا على مشاكل كتير. كانت رائعه المحاضره، كان نفسي احكي لكم عليها كلها، بس الاجمل انه يعني قال كلام علمني ازاي اكون مش منغلقه على نفسي كانتومولوجيستك كيمست، وماليش دعوه بالناس، وازاي اعمل كوميونيكيشن مع الاطفال، ازاي افهمهم الساينس بتاعي، ازاي مع الكبار اقعد واتكلم معاهم. فرقت كتير. كنت دايما بقول اليوم في المانيا بسنه من خبراتي. للاسف رجعت مصر وكان الفند اتقطع من مصر، واول حاجه قابلتها من زملاتي يقولي انت زعلتي الالمان ورجعتي. فكان تحدي جوايا اني لازم بعد كده هرجع المانيا، بس المره دي مش على حساب مصر، مرة جاية على حساب ألمانيا. وبالفعل المرة رقم 9 إن شاء الله آخر شهر 6 في ألمانيا، يعني full funded من الدي آدي. الحمد لله حققت حاجات كتير، لكن الأجمل إن أنا ليا دايما هدف، وأنا ماشية في الهدف ده بلاقي مفاجآت. في 2011 كنت وصلت للساينتفك بابليكيشن بطريقة رائعة، لاني دايما بعمل انترناشنال تيمز في البابليكيشن بتاعتي مش لوكال. انا موجوده في مصر اقدر اعمل جزء، لكن في المانيا يقدروا يعملوا جزء. بعد كده بنعمل انتجريشنز البازل كده، في الاخر بنطلع بايديا كرييتيف اند مور ابلايد للمجتمع. 2011 دي سنه كانت فيها ليا نصيب رائع،
ومفاجاه بالنسبه لي اني الاقي دار النشر فايلي في المانيا بتراسلني بتقول احنا جاي لنا كول من اليونسكو فور نومينيشن ان احنا نرشح سيده خصوصا سيده من الديفلوبينج كانتريز وركينج ان كيمستري، بس مش اي كيمستري، في السستينبل كيمستري. ويو هاف تو كونتاكت، وطبعا بعتوا لي كل الكونتاكتس اللي انا هعمل معاهم كونتاكت وكده. وبالفعل حصل نيت كات اثناء الثوره ومش عارف ايه، وطبعا نفسيا بقينا ديبريسد، وفي عندنا ايموشنالي في حاجات كتير رياكشنز، اي هاف تو جو ولا ستوب ذات. لا لا، قلت لازم اكمل، ممكن اكون خلاص عند نهايه الهدف بتاعي او قربت للهدف بتاعي. رسلتهم، عملت معاهم انترفيو بالفون بالتليفون، وبعدين سالوني مجموعه اسئله بيشوفوا المين اللي هو المايند سيت بتاعي، هو ايه الافكار بتاعتي، الفيلد اوف انترست بتاعي ايه، هل انا بس منغلقه على الانتمولوجي والكيمستري ولا ممكن ادخل في ابلكيشنز ثانيه. لا، اتكلمت معاهم فريلي، والحمد لله لقيت في جولاي 2011 يو ار وومن ان كيمستري، وكانت حاجه جميله. طيب ايه سر اللقب ده بقى؟ كان في زمان ست مناضله في بولندا اسمها ميري كوري، والست دي في بلدها كانت بتعاني في ان الستات مش مدعومين ان هم تستدي، وما فيش ريسيرش، وده حاجه مش ما ينفعش يشتغلوا فيها، وكمان كان في بوفرتي عاليه، كان في فقر. فالست دي والدتها توفت ووالدها بعد كده، وبدات تسافر هي واختها فرنسا، اشتغلوا في فرنسا هناك، واتعرفت على العالم الكبير بيير كوري، وده زوجها ودعمها كتير لحد ما اخذوا جائزه نوبل 1903 في الفيزيكس مش كيمستري. لكن هم اشتغلوا على عنصر مشع اكتشفوه وتحط في الجدول الدوري بتاع الكيمياء اللي هو اليورانيوم. بدات هي تشتغل وتكمل ابحاثها، وشافت تاثير اليورانيوم على الغازات اللي موجوده في الهواء، وبالتالي اخذت جائزه نوبل مستقله ومنفرده 1911. وبمناسبه المئويه الاولى على اول سيده تاخد لقب او تاخد تايتل كنوبل برايزر، بداوا يعملوا سيرش اليونسكو عندها ميلينيوم جولز 2015 ان هي تو سبورت وومن ان ساينس، في نفس الوقت تو سبورت السستينابيلتي في الديفلوبينج كانتريز، الكونسبت بتاع السستينابيلتي. فعشان نحقق الاثنين دول ببعض لازم يعملوا حاجه كرييتيف، لازم يعملوا حاجه يعملوا تو انكورج دور المراه في العلم وفي التطبيقات العلميه الحديثه. فالحمد لله كنت حاصله على اللقب ده، مصريه العربيه الوحيده من 10 سيدات على مستوى العالم. حاجة كمان عايزة أقول، إن أنا زي ما خدت في بحر الكيمياء وما كنتش كيمست، لكن الحمد لله خدت لقب سيدة العالم في الكيمياء، لأن ربنا عارف قد إيه أنا عندي طموح. الجميل إن أنا حابة أعمل حاجة تانية سستينبل. الكيمياء مش بس كيمياء، والبيولوجي مش بس بيولوجي، روح العلم، إحنا عايزين روح العلم، المجتمع بتاعنا لازم يؤمن بيه. قابلت فريق في جامعة براونشفايغ في ألمانيا وأنا في السمر سكول 2008، وكانوا بيشتغلوا على السستينبل ووتر مانجمنت بروجكت. واي نوت، ليه ما عملش جوين معاهم؟ أنا شايفة بلدي عندها كرايسيس، عندها مشكلة المية، ما عندناش مانجمنت حقيقي للموضوع ده. الطاقة، في مصادر تانية كتيرة للطاقة ممكن نستخدمها الحتة دي. فبالفعل الحمد لله دلوقتي قائمين على مشروع قوي جدا بيضم 39 دولة على مستوى العالم، اللي هو supported من دول كتيرة، منهم اليونسكو as a general في ألمانيا وفي إيطاليا. المشروع ده جميل، بيتكلم عن إيه؟
ان احنا بنعالج مياه الصرف الزراعي الملوثه بالمبيدات، وللاسف لان الاستراتيجيه لسه في الديفلوبينج كانتريز لسه بتستخدم المبيدات المحرمه دوليا والمبيدات المسرطنه والمبيدات اللي سببت الكيدني فيلير والمشاكل الحاصله دي كلها. عايزين نعالج البليوشن ده باستخدام مايكرو الجي، طحالب صغيره دقيقه، وبنستخدم الطحالب دي بعد ما تعمل pollution treatment نبدأ نعمل لها harvesting، وبعدين نبدأ نستخلص الطحالب دي من مكوناتها من 40 ل 60% زيت طبيعي أو زيت عضوي. فبنبدأ نعمل harvesting وبعدين نبدأ نعمل extraction للزيت دوت ونستخدمه كبايوفيول أو بنستخدمه كلوبريكانت أويل. ودي new technologies لو حتى مش هتطبق في مصر هتبقى مصدر لصادرات مصر أو حاجة بنضيفها في قائمة صادرات مصر، تبقى حاجة كويسة جدا. لأن زي ما البشمهندس محمد قال مصر عندها الشمس. رئيس جامعة براونشفايك في يوم بيقول لي بتحبي ألمانيا؟ قلت له آه. قال لي بتتمني؟ قلت له نفسي مصر.